يعني انت سيبنا واقفين فوق في الحفلة وبعدين تقعد انت هنا؟ اه بتعمل ايه؟ انا همشي يا امين. تمشي؟ هتسيبني علي؟ والله غصب عني. ده انا جيت اللقنط هنا عشان انا عشان الاقي اختي. دلوقتي انا هسيبها مش سايب اخويا. خلي بالك من نفسك. الصوت ده مش عارف. يلا لازم اتحرك. ايه الصوت؟ مفيش من هنا لحد ما ارجع اخدك. يا مراد انا مش طفله. مفيش وقت للكلام. انا لازم انزل الحق قلت له مش هعرف اعمل كده غير وانا مطمن عليكي. عشان خاطري يا نازله خليكي في الاوضه. حاضر. وما تفتحيش لاي حد مش من عيلتنا. تعالى انت اتفرج عليك دلوقتي. تعالى نطلع فوق. النار بتاكل الناس يا امين اوعى. لا ما تخافش الناس هتتحط في النار. تعالى بس نطلع احنا مش هنسيبهم لوحدهم يا امين في ايه؟ اطلع فوق يا علي بقول لك عايزك فوق. فين؟ أخته.
يعني في تقدير حضراتكم الجريمة حصلت الساعة كام تقريبا؟ تصحيح بسيط، حادثة مش الجريمة. حادثة. وانا معدية شميت ريحة الدخان ولقيته طالع من تحت عقب الباب. اول ما دخلت لقيت ضحى مرمية وفي ايديها الالماظ. تعمدت ان اسيب كل حاجه في الاوضه زي ما هي عشان معاينه حضرتك. ما حركناش غير جثه البنت والبروش اللي كانت سرقاها. وانا بنفسي يا فندم اللي لفيت البروش في المنديل عشان البصمات اللي عليه تفضل موجوده. عظيم. عظيم جدا. يا بنت مالك؟ شكلها مش راضي يغيب عن بالي يا ورد، مش راضي يغيب عن بالي. يعني ما لقوش على البروش وازازه الجاز الا بصمات شخص واحد اللي هي بصمات ضحى. وده منطقي جدا يا فندم مع اقوال كل اللي حققنا معاه. واضح ان كل اللي قالوه هو اللي حصل فعلا. ضحى دخلت الفندق متنكره، انتهزت فرصه حفله مراد حفظي وان ما حدش هياخد باله منها، طلعت على جناح اسمه هانم، سرقت البروش ونزلت على اوضه الغسيل عشان تنفذ مخططها في حرق الاوتيل كنوع من الانتقام على قرار رفضها قبل كده. يعني ولعت في اوضه الغسيل ونامت لحد ما اتخنقت وماتت وحطت جنبها البروش اللي هي سرقاه. وارد جدا يا فندم يعني انها تكون اتكعبلت اتزحلقت فوقعت على راسها غابت عن الوعي. والقضيه تتقيد ضد مجهول زي قتل ماهر؟ اسمح لي يا فندم، يعني انا اسف. هو ليه حضرتك مصمم ان في جريمه قتل ورا حادثه ضحى؟ عشان واحدة بذكاء ضحى وتخطيطها وغموضها مع رواية أخوها يعني ما يتناسبوش مع نهاية الحدوتة. مفيش أخبار جديدة عن علي؟ اسمي علي يا ريس صديق مش فؤاد. عارف يا ريس صديق؟
كل اللي علي حكى لك انا حكوه لك ده يبقى بيعزك قوي. محدش يعرف الحكايه دي هنا خالص غير انا و... انت ونازلي ومين تاني؟ وهتكون فاكرني يا علي ساذج ولا ما بحسش؟ انا عارف ومتاكد انها عارفه، خصوصا لما شفتها وهي داخله تطمن عليك لما كنت محمول وسهرت جنبك لحد الفجر. ايه ده؟ انت شفتها؟ لا ما شفتهاش. زي ما انت عاوز تقنعني وتقنع كل اللي حواليك بانك ما بتشوفهاش. انا نسيت كل اللي انت حكيتهولي، معرفش مين علي ده، لا شفته ولا هشوفه الا لما نبقى لوحدنا. بس منك لله يا علي، شايلتني مسؤوليتك. مسؤولية دي بس يا راس الدين؟ لما تسمع لحد يدخل جوه اوضه من اوضك اللي جواك تبقى مسؤوليه، لانك كده تبقى بتثق فيه قوي، ولازم يبقى عند حسن ثقتك، وعلى الاقل يعرف يساعدك في ترتيب وترويق اوضتك المكركبه دي. وانت اوضتك مش مكركبه بس، انت اوضتك مقلوبه على بعضها. طب ما تخش لي اوضتي انا كمان توضبها لي، انا سامحتك تخش عادي. انت اوضتك على الشارع يا امين، متشافه للي رايح واللي جاي، مفضوح يعني. اهو اهو انت ابتسمت اهو، مع انك كنت مقتنع انك عمرك ما هتبتسم. راجل اضحك. الموت علي خد اغلى ما عندي، واللي بموتها حسيت ان انا شخصيا تايه. لحد ما في يوم من الأيام ابتسمت، السما كبرت شوية بقى ضحكة، ضحكت قوي، ضحكت من قلبي. ساعتها اكتشفت إن الحياة أحلى كتير من الموت، بس مهم جدا إنك تكون أنت شخصيا اخترت إنك عايز تعيش. عاملة ايه يا فاطمة؟ ايه يا بت؟ كل حاجة بقت تفززك كده ليه؟ مفيش يا وردة، بس ما حسيتش بدخلتك. لا، لو لسه تعبانة يبقى ترقدي تحت ما تطلعيش، أنا قلت لك مفيش شغل النهاردة. مش عايزة أرقد تحت لوحدي، عايزة أشتغل. يبقى تركزي يا فلحة، مفيش حد من كبارات الوكاندا طايق نفسه ولا طايق دبان وشه، أي غلط. لسه ما خلصتيش؟ أنا خلصت أهو يا فندم. وأنتِ بتعملي إيه؟ أنا بشوف شغل يا فندم. روح انزلي شوفي شغلك تحت. حاضر. تعالي هنا. خدي. خيرك سابق يا هنا. امسكي. شكرا. قلتي ايه للظابط؟ قلت له اللي حضرتك قلته لي بالظبط، لا كلمه زياده ولا اقل. ايوه يعني ايه بالظبط؟ وفجاه حسيت بالجواب في جيبك من غير ما تحس ان هي اللي حاطته لك. اقعدي علي. ده اللي حصل يا فندم، انا حسيت بايد بتتمد في جيبي بس ما شفتش مين، خصوصا يعني ان في اليوم ده كل المعازيم كانوا لابسين وشوش. وهي كانت لابسه لبس شبه لبس المعازيم. وما قالتلكش كانت مختفيه فين طول الفتره اللي فاتت؟ انا بقول لحضرتك انا ما شفتهاش في الحفله. ليه مش عايز تصدقني؟ ولما قابلتها قبل ما تختفي تاني، يا ترى حكيت لك ايه؟ ما حكيتليش يا علي. أنت ليه مقتنع إن ضحى اتقتلت؟ مع إن ممكن يكون اللي اتقال فعلا هو اللي حصل، ولا أنت رافض تصدق إن هي ظهرت عشان تسرق البرش اللي تمنه أغلى منك ومنها في سوق بني آدمين؟
أنا معرفش هي راحت لوكاندا ليه في اليوم ده، بس أنا متأكد إن هي اتقتلت. طب أنت كنت متأكد إن هي اتقتلت قبل كده وطلعت عايشة؟ أيوة، بس المرة دي أنا شفتها بعيني. شفتها ميتة؟ مشفتهاش مقتولة؟ ولا أنت شفت حاجة تانية إحنا مشفتهاش؟ مراد حفظي هو اللي ورا قتل ضحى. ليه بقى بتقول ان مراد حفظي هو اللي ورا قتل ضحى؟ اتكلم. انت بتعمل ايه هنا يا امين؟ اطمن عليكي. تطمن عليا في ايه؟ ما انا رايحه جايه قدامك طول النهار. لا، انا رايحه جايه قدامي طول النهار دي بالست سكينة الرئيسه. انا هنا جايه اطمن على امي. امك وكمان مشغل مزيكا والبنت لسه ميته ما بقالهاش كام يوم. الله يرحمها. الله يرحمها. أعمل لك قهوة؟ تبصص لي كده ليه؟ حلوة الأغنية دي قوي. العمر الطويل ليك. أدهم بيه كان بيشغلها طول الوقت، كان بيحب يسمعها قوي. الأغنية حلوة قوي. أنا مش فاهم حاجة منها، بس هي واضح إنها حلوة. بص يا أمير، من غير ما نفتح في موضوع كتير، تزعلي مني وتتخانقي مني، أنا عاوز أقول لك إن أهم حاجة عندي في دنيتي إنك تبقى راضية عني، عشان نظرة الرضا اللي في عينيكي دي عندي بالدنيا كلها. وانا طول النهار بدعي ربنا اني اشوفك احسن راجل في الدنيا يا امين. بحبك يا ولد. انا ماليش غير. شكرا جزيلا يا دكتور، وفي انتظار حضرتك تشرفنا في الاوتيل في اي وقت. مع السلامه. خلاص يا هانم، تصريح طلع وهتدفن بكره في مدافن الصدقه. من كتر ما هي بسبعه ارواح انا حاسه انها هتطلع لي من اي حته تانية. يا اسمها تاني، ما انا المره دي خلاص شفتها جثه قدام عيني. غير الموضوع، غير الموضوع، الموضوع بيقبضني. تفتكر حضرتك هقدر اغير الموضوع من غير ما افهم ايه اللي حصل؟ يعني ايه؟ مش فاهم. لا حضرتك فاهمه. يا اسمها تاني، التفسير من عندك انت يا مراد. ادخل. الصغ شريف هنا. جاي يعمل ايه ده تاني؟ بيقول انه عايز يعين تاني مسرح الجريمه. مين اللي سمح له؟ هو معاه اذن يا اسمه تاني، وبيقول انه عايزك يا مراد بعد كده. هو قال لك كده؟ اه، بيقول انه عايز يسالك كام سؤال كده بعد المعاينه. قول له انه بسبب طلعته البهيه علينا كل ساعه والتانيه الناس ابتدت تخاف وتلغي الحجوزات. الراجل ده هيقفل لنا الاوتيل. يا اسمه تاني، ما قلت لحضرتك حاولت كذا مره مع كبار البلد، بس المرة دي محدش راضي يتدخل. في واحدة ماتت في الأوتيل والكل خايف من الشوشرة. طيب أنا ممكن أكلم بابا خليه يحل المشكلة دي. ميرسي يا حسين، ميرسي. محدش بيعرف يرفض طلب لوركاب باشا. أنا هطلع أطمن على أمال وأكلمه من فوق. على الأقل المرة دي يبقى لي فايدة. وأتمنى إن بركات باشا يقدر يعمل حاجة ويقطع رجل الشيخ زي ما هو بيقول. هو مش كان سألك كل الأسئلة اللي هو عاوزها؟ معرفش، هيبان. نهاركم سعيد؟ لا مش سعيد. مش سعيد أبداً يا سيادة الصاغ. خصوصاً بعد الحادثة اللي إحنا فيها مجني علينا. إيه؟
واحدة عملت جريمة وأخدت جزاءها، إحنا مالنا؟ قصدي حضرتك الجريمتين اسم تاني، سرقة البروش والشروق في حرق الأوتيل. أتكلم قدام الهانم ولا تحب نتكلم على انفراد؟ زي ما تحب. طيب عن اسمك وأنا؟ فضل اسم تاني. فضل أقعد شبيه. خير؟ هو صحيح كان في بينك وبين ضحى علاقة مختلفة عن أي علاقة ما بين مدير الأوتيل وموظفة عنده؟ مين قال لحضرتك الكلام الفارغ ده؟ يعني تقدر تقول استشفيته من التحقيقات اللي عملتها مع موظفين الأوتيل. وحضرتك بقى بتعتمد في تحقيقاتك على النميمة بتاعت الشغالين مش كده؟ حضرة الضابط أنا ما اسمحش بمجرد التلميح لحاجة زي كده، أنا مراد حفظي. ولو حضرتك ما تعرفش احترام وقيمة الاسم ده تقدر تسأل وتعرف. بس متهيألي حضرتك محتاج تسأل ناس محترمة مش مجرد شغالين. يا بركات باشا، البوليس كان عامل قلق قد ايه لانه زلق الاوتيل. حقيقي حقيقي مش عارفه اقول لك ايه بالظبط. ما هو احسان كان موجود معانا وحاسس ولامس كل ده. اه طبعا هو ضلع اساسي في هيئه اداره الاوتيل. اه بيان سور طبعا، هو ده اللي كنا بنقول عليه موت وخراب ديار. بس اونيتما حقيقي مش عارفة أشكرك إزاي. يا ريت تشرفنا تقضي معانا اليوم، بالمرة تطمن على حفيدك اللي جاي في الطريق. خلاص هنبقى في انتظارك. أوكي بشكرك مرة تانية. ميل ميرسي باشا، ميل ميرسي. إحسان مع حضرتك. ألو يا بابا. اه اكيد ان شاء الله هاجي في اقرب فرصه، بس نشوف موضوع الاشغال بتاع الاوتيل ده ونحل الموضوع. امال تعالي كلمي حماكي طمني على البيبي. علي انت ما ينفعش حد يشوفك هنا، ايه اللي جابك؟ مش مهم اي حد غيرك انت. لازم تمشي، مجيه كان خطر عليكي وعليا. أنا بقيت خطر عليك أوي يا نصلي. مع إني محتاج وجودك جنبي أكتر من أي وقت. أنا خايفة عليك. ازاي ممكن تكوني اكتر واحده في الدنيا بحس معاها بالامان، وبرضو اكتر واحده بحس معاها بالعكس، عاجز عن اني اعمل اللي نفسي فيه علشان خاطرك؟ مش ممكن ده يكون السبب اللي منعك انك تاذي روحك؟
مفيش أذية لروحي أكتر من كده. عموما اللي أنا كنت بتمناه إن وجودي جنبك يخفف عنك مش يزود همك، وغصب عنك وغصب عني الأمور مش سامحة لنا أبدا، بس المهم إنك تعرف إن أنا موجودة في أي لحظة أنت محتاج أي حاجة أنا جنبك. يعني يا فندم القضية فيها شبهة جنائية. أيوة يا فندم، بصماتها على البروش وعلى أزازة الجاز. يا فندم النظرة بيسيبوا الأوتيل عشان حصلت فيه جريمة قتل مش عشان أنا بحقق فيها. ما هو ده مصح الجريمة يا فندم. أيوة سعادتك تمام يا فندم. تمام يا فندم. تمام يا فندم. مع السلامة. اطلب لي يا ابن الوزاره في القاهره. يعني ايه الخطوط عطلانه؟ لا انا ولا انت هنمشي من هنا غير لما نوصل للوزاره. تعالى يا علي. أنا آسف يعني إذا كنت أزعج حضرتك، بس أنا كنت عايز أعرف إذا كان في أخبار جديدة. في يا علي، في القضية اتقفلت، مش مسموح لنا نتكلم فيها تاني. لا أنا مش فاهم حاجة، يعني إيه اتقفلت وممنوع نتكلم فيها تاني؟ صدرت أوامر من جهة عليا بقفل القضية، يعني ضحى بعد ما سرقت ونزلت اوضه الغسيل عشان تولع في الاوتيل اغمى عليها واتخنقت وماتت. واللي انا قلته لك عن مراد واللي هي حكته لي وانا جيت حكته لك لحد ما نقدر نفتح القضيه تاني تقدر تعتبر اللي قتل اختك جشاعه طمعها ومحاولة ابتزازها للناس قدرت تتصور في لحظة ان هي ممكن تعمله من الدنيا. أنا آسف. لا حول الله. لا انا هطلع مسكينه تشوف لك صرفه بقى ولا توديكي الحكيم انت هتموتي من الليل. لا يا ورده خليكي استري عليا. استر عليكي في ايه؟ هو الظابط جه سال علينا تاني ليه؟ هو ده اللي استر عليكي فيه؟ ما اعرفش انه جه من اساسه. اصله جه ودخل اوضه الغسيل تاني وفضل يسالني نفس الاسئله اللي سالها لي النوبه اللي فاتت وفضل يبرر لي كانه عارف اني بكذب. وانت بتكذبي في ايه؟ بس يا ورد الحيطان ليها ودين. يا بنت فاهميني في ايه؟ مش فاهم حاجة. خايفة قوي يا ورد. خايفة من ايه؟ توعديني لو اقوله لك ده مفيش نفر تاني يعرفه. اوعدك يا فاطمة. ما تنطقي يا بنت. في الليلة المشؤومة دي ست سكينة بعدتني اجيب مفارش نظيفة بدل اللي اتوسخت في الحفلة عشان تغير، وانا خارجة بالمفارش عشان اطلع بيهم على فوق فاطمة لقيت صوت بيناديني. موري حضرتك. يا بنت انت مش عارفاني ولا ايه؟ يقطعني اصل حضرتك لابسة وش دي وحشة يا بطة. ضحى ضحى كنت فين كل ده يا بنت؟ والله وحشتيني. شكلك زي الهوا بالظبط والله افتكرتك واحدة منهم. احسن منهم واحسن منهم كمان. هما فيهم ايه يعني احسن مني؟ الفستان القبها ده
تتجوزي واحد غني يا بنت؟ يا بنت بطلي رغي، انا طالبه منك طلب. شايفه الجواب ده؟ ماله؟ عايزاكي تشيلي في مني عينك. جواب ايه ده؟ مالكيش دعوه، انا هجيلك كمان ربع ساعه عند سكن البنات، هتديهولي. ربع ساعه؟ ايوه ربع ساعه يا بطه، مش علمتك الساعه؟ افتكرت خلاص. يعني العربي الكبير هيبقى فين؟ هيبقى عند الساعه 9. جدع، اول ما يجي عند 9 هتجيلي عند سكن البنات، ولا اكنك قابلتيني ولا اديتك اي حاجه. طب استني، ما انا عايزه افهم هو في ايه. عنك ما فهمتي، اعملي اللي انا بقولك عليه بالظبط. انا ماليش دعوه، انا عايزه افهم. هبقى فهمك لما ترجعي لي بالجواب، وابقى حليلك بقك كمان. بس اول ما العقرب يجي عند 9 يجي عند سكن البنات. جدع. العقرب يجي عند 9. كملي يا فاطمه. يا ريتني ما نزلت اجيب لي المفارش، يا ريتني ما نزلت ولا شفتها. اول ما يجي عند 9 هتجيلي عند سكن البنات، ولا من شاف ولا من دير. هتدفع ثمن مرتين، مره ليا ومره ليا. طه هنمشي يعني، هنمشي مش هنرجع تاني هنا. انا الجواب قصاد البراش الالماس، هتجيلي عند اوضتي كمان ربع ساعه، يا اما هنقرا الجواب واحنا مطفشه. يوم زي اسمك بالظبط. اي حد يسالك عن اي حاجه هتقولي له ما اعرفش، ما شفتش، والا هقول انك انت اللي قتلتي. انت فاهمه؟ يعني اسمك اللي قتلتها؟ لا انا ما قلتش كده، انا ما شفتش حد بيقتل حد. بعدين لما نزلت كانت لوحدها وغرقانه في دمها. لا ما هو اسمك ما بتنزلش السكن، كون انها نزلت يبقى في حاجه غلط. معرفش بقى يا ورد، معرفش ومش عايزه اعرف. مش عايزه اعمل حاجه غير اني امشي جنب الحيط وبس. والجواب اللي اديته لك ضحى اديتيه لها ساعتها؟ اصلا نسيت الجواب ونسيت نفسي ونسيت انا مين اصلا. يعني الجواب لسه معاكي صح؟ هو فين؟
نقطعه مش كده؟ نقطعه حبيبتي، هو فين ومكتوب فيه ايه؟ انا اللي عرفني بس مكتوب فيه ايه، وانا بعرف اقرا ولا اكتب؟ وحتى لو بعرف ما كنتش هفتحه ولا ابص فيه. لا، ما هو اللي مكتوب فيه ده مهم، ده دوحة راحت علشان مش يمكن يجرالنا احنا كمان اللي جرالها؟ لا حبيبتي مش هيجرالنا حاجه. فين الجواب؟ هيك في محل فني ما اديهوش لحد. معلش وديهولها في الغرفة. أقر وأعترف أنا الموقع أدناه أدهم عبد الوهاب حفظي، وأنا في كامل قوايا العقلية وبكامل اختياري وإرادتي، أقر وأعترف والتزم شرعا وقانونا بأن أمين فتحي المناويشي الذي يعمل نادلا فندق جراند أوتيل ابن السيدة سكينة حلمي الفوال هو ابني الشرعي، وأنا أبوه أمام الله وأمام الجميع، وله كل الحقوق القانونية والمادية والأدبية في ميراثي الشرعي لأنه ابني الأكبر، وبأن فتحي المناويشي اللي يحمل اسمه هو أب سوري لأن أنا الأب الحقيقي. هو إيه اللي مكتوب يا ورد في الجواب؟ ومين اللي كان؟ مش فاهمة منه حاجة. تعالي تعالي يا سكر. خايفة من إيه؟ خايفة من إيه؟